نعمل حاليا الان في منطقه العمري مع مديريه الذباب محافظه تعز. بدانا العمل في تاريخ 22 فبراير، والى هذا التاريخ تم انجاز اكتشاف ونزع 45 لغم مضاد الذبابات وعبوتين نسبتين، وتطهير مساحه حوالي 20,000 متر مربع من مساحه الحقل 40,000 متر مربع. ولا زلنا نواصل العمل والبحث عن الغام في هذا المكان. المنطقه يعني المنطقه استراتيجيه بالنسبه، فهي طريق جانب طريق ذباب الذباب العمري، وهي منطقه مراعي ومكان معسكر العمري، يعني تتم فيها حركه السيارات.